أقيمت الجمعية قبل 3 سنوات تحت اسم جمعية الكوثر للأعمال الخيرية، التي تشمل توزيع مؤن في شهر رمضان وعلى مدار السنة مع الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. والهدف من الجمعية هي كل عمل خيري يعود بالفائدة على المجتمع المحتاج. احنا في السنة الأولى وزعنا ما يقارب 300 فرد على العائلات المسطورة في سفنين، اللي هي تتضمن مواد غذائية، مواد تنظيف، و شنطات مدرسية وأدوات قطاسية. نعم. في السنة الماضية وزعنا كمان 300 طرد، وإحنا السنة في صدد توزيع 300 طرد على أهالي سخنين من العائلات اللي إحنا بنعرفها ذوي الدخل المحدود، الناس اللي هن الأرامل والمطلقات والناس اللي عاطلين عن العمل والعجزي اللي معاش المحدود. فإحنا نعمل من خلال إطار الجبهة على جمع تبرعات من الناس الخيرين وصرف هذه التبرعات في سبيل مساعدة ولفتة نظر في هذه المناسبة السعيدة للعائلات المصدومة. نعم، يعني هل هناك بعض التعاون بينكم وبين لجان الزكاة والجمعيات الخيرية؟ والحمد لله هي جمعيات عديدة في سخنين. نحن نعمل أخذنا من بعض الجمعيات أسماء، طبعا احنا بنحافظ على السريه على هاي الاسماء، اخذنا بعض الاسماء واحنا وصلنا لها في السنه الاولى والسنه الثالثه، واحنا بصدد نوصلها في هاي السنه. احنا اهل الخير متعاونين معنا بشكل، وهن بيتصلوا فينا وهن بيدعمونا، واحنا بمساعده اهل الخير عم ناخذ منهن ونعطي للناس المستحقين. نعم، يعني كيف توصف وضع العائلات المسطوره اللي انتم طبعا من خلال تجوالكم انتم لابد اللي بتفوتوا على بعض البيوت بعض العائلات، بتعرفوا قديش الحاجه ماسه لبعض العائلات؟ طبعا احنا في هذا الطرد او في هاي المساعده مش رايحين ننقذ عائلات، ولكن هي لفته كريمه، هي لفتة اتجاه هذول الناس على أساس تشعرن إني مش لحالين، إنه إحنا شاعرين معاهن، شاعرين في وضعهن، ونتمنى للجميع التوفيق، وإن شاء الله إنه اللي وضعه سيء اليوم بتحسن في المستقبل، وهذا دهر بده يمر على الناس فترة مليح وفترة أقل، فلأجل هيك إحنا بنتمنى للجميع يكون وضعهن منيح، وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بيساعدونا أهل الخير على أساس نظل إحنا صلة بينهن وبينكم. شكرا لك. افتح الشنطين، افتحها امين، افتحها يا امين. ايم الكيس، ايم الكيس، خليني اصور يا زلمه. نعم، معنا رئيس كتلة الجبهة في بلدية سخنين، عضو البلدية الأستاذ كمال أبو يونس. يعني اليوم توزعون طرود غذائية، مواد تنظيف، حقائب مدرسية على العائلات المسطورة في سخنين. يعني أبو سليمان رئيس الجمعية الكوثر تحدث عن مآسي في مجتمعنا، عائلات مسطورة وضعها صعب جدا. صحيح أنه يمكن هاي الطرود ما بتنقذ العائلة، ولكن هي ترسم الابتسامة على وجوه أطفال هذه العائلة. صحيح، هذا هو الهدف بالأساس المضبوط، أنه يعني في هذه الليلة الفضيلة ليلة القدر وفي شهر رمضان المبارك، المطلوب هو التكافل الاجتماعي بين كل فئات المجتمع في سخنين، فهي مناسبة أن نقول لكل أهل سخنين كل عام وأنتم بخير، على أن يعود هذا الشهر الفضيل على كل أهل سخنين وعلى كل المنطقة بالخير والبركات. طبعا هي محاولة يعني طريقة متواضعة من جمعية الكوثر ومن كوادر هذه الجمعية، بأن نحاول أن ندخل الفرحة لأكبر عدد من قلوب الأطفال في هذه المدينة والعائلات المسطورة. طبعا هو مش سر أنه في هناك عائلات مسطورة في هذه المدينة، ونحن نحاول أن نصل إلى كل العائلات في سخنين من أجل أن نساهم ولو قليلا في بهجة وإدخال بهجة العيد إلى هذه العائلات. هذا هو الهدف. نعم، شكرا لك.